الوحدة إلى ربع نشرة الظهيرة من القناة الثانية، هذه أبرز العناوين. الوداد الرياضي يهزم الأهلي المصري ويتوج بطلا لإفريقيا، هي النجمة الثالثة للفريق المغربي في ليلة التتويج، البيضاء لم تنم. جلالة الملك محمد السادس يهاتف المدرب وليد الرقراقي والعميد جبران ويبعث ببرقية تهنئة للوداد، أنتم فخر المغرب، فرحة المغاربة في نبض المجتمع، مع سعاد زعتراوي. في الشاشة التفاعلية للظهيرة ترتيبات عملية مرحبا هذا العام، كما كشف عنها وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة. في اليوم العالمي بدون سيجارة روبورتاج الظهيرة، قصة شابين مع التدخين، ضيفة الملف رئيسة مصلحة الوقاية ومراقبة السرطان بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنضم إلينا من الرباط. طبعا أهلا بكم، وهي فرحة كل المغاربة بدون استثناء، فعلتها الوداد وأدخلت الفرحة لكل المغاربة، هدفان في مرمى الأهلي المصري وتتويج مستحق بالنجمة الثالثة في مباراة تفوق فيها الإطار الوطني وليد الرقراقي على موسيماني، وأبدع فارس المباراة بلا منازع المترجي، حول رجاء الوداد والمغاربة إلى حقيقة ترجمت شعلة حمراء في المدرجات. في ليلة التتويج البيضاء لم تنم. يوسف الغازي، حسن بن رابح. بمختلف أحياء العاصمة الاقتصادية الفرحة تغمر عشاق النادي الأحمر. هنا مركز المدينة، معقل نادي الأمة. المترجي يطلق العنان لأجواء الفرح والاحتفال. الزي الرسمي للوداد يزين بالنجمة الثالثة إفريقيا، يزين في موسم استثنائي. الماتش كان صراحة ماتش صعيب على الوداد، حيت جات علينا لابريسيون اللي مدخلين في البلاد، راك عارف الجمهور وكذا، ولكن الحمد لله لعابة كانوا رجال، جاي راهو الماتش مزيان، تقاتلوا على الدرابو المغربي الأول على الوداد وفرحوا 40 مليون. وتبارك الله على الفريق ديالي الوداد، وكنتمنى لهم ديما يبداو يدوا الشامبيونز ليغ، حيت هي أحسن بطولة هي الشامبيونز ليغ. بارك الله عليك. فريمون داروا أن بون ماتش، فرحنا وفرحونا معاهم، كنشكرهم على هذا الماتش وشكرا بزاف. الثانية صباحا، حي روش نوار فرع الوينرز ينقل أهازيج المدرجات بين ساكنة الحي من مختلف الأعمار ومن الجنسين، الجميع يشدو بإنجاز النادي الأحمر. خويا رجاوي وكنهنئ فريق الوداد البيضاوي، كيستاهلوا، لعبوا عليها وجابوها، مبروك عليكم. ديما حمراء، الله يعزكم الوداد، حمرتوا لينا الوجه، ديما تبقى في المغرب. وما نكذبش عليك، عندنا واحد الانرجي، عطاونا واحد الانرجي واعر صراحه، تبارك الله على الدراري وعلى اللعابه كاملين، وديما وداد. الوداد بدون انتدابات، الوداد ورغم ضغط النادي الاهلي تحدى المعيقات وضمن التاهل لمونديال الانديه. إذا نجمة ثالثة للوداد، ومباشرة بعد صافرة نهاية المباراة اتصل جلالة الملك محمد السادس بمدرب الوداد وليد الرقراقي وعميد الوداد يحيى جبران. خلال هذا الاتصال الهاتفي كلف جلالة الملك المدرب وعميد الفريق بنقل تهاني جلالته إلى مجموع اللاعبين والطاقم ومكونات النادي وأنصار الوداد، فالتتويج بالنجمة الثالثة يعد مصدر فخر لكل الجمهور الرياضي ولسائر الشعب المغربي. تتبعنا بكل اعتزاز وابتهاج الإنجاز الباهر الذي حققه نادي الوداد البيضاوي. يقول جلالة الملك محمد السادس في برقية التهنئة إلى الوداد، والتتويج المستحق لم يأتي لولا ما بذلتموه طيلة أطوار البطولة من جهود مكثفة مفعمة بروح تنافسية عالية وغيرة وطنية مثلى، تكللت بإهدائكم لبلدكم ولجماهيركم الشغوفة والمبدعة، هذا اللقب القاري الثالث من نوعه في تاريخ النادي الحافل بالإنجازات، يضيف جلالته مهنئا الوداد.
طبعا هي فرحة مغربية أهداها الوداد لكل المغاربة في أمسية اللقب القاري. تفوق الإطار الوطني وليد الرقراقي، أبدع اللاعبون، تميز الجمهور في المدرجات، واكتملت الصورة بتنظيم رياضي ناجح ومحكم أمام أعين أنفانتينو. بعد الفوز تصريحات اللاعبين لجمال وأعلام أعدها هشام خليل للظهيرة. الحمد لله كان لنا شرف كبير، حقنا هذا اللقب. كنبغيو نباركوا لجميع الجماهير الوداديه والجماهير المغربيه على هذا الفوز هذا على هذا اللقب. مشكورين الجماهير صراحه اللي كانت لهم واحد الدفعه قويه وواحد الثقه، عطاونا واحد الحافز كبير. الحمد لله حققنا واحد من ثلاثه لقب افريقي، باقي لنا جوج ديال الالقاب ان شاء الله نمشيو فيهم اخر نقطه واخر حتى لاخر نقطه في هذا المسار هذا. فرحان وي بالاداء ديالي، وميم طون فرحان بلو جروب، لان الحمد لله صراحه زعما جروب اللي من الاول ديال العام كنا كنطمحوا ان شاء الله باش نديو لي تيتر، وحنا الحمد لله كان واحد اللقب غالي علينا بزاف وحققناه الحمد لله. كاس تلعب في المغرب فما يمكنش يخرج من المغرب. الحمد لله كنبغي نشكر كاع اللاعبين وللمدرب وللرئيس النادي اللي كاملين. هذا الشيء ما كيجيش بالصدفه. هاد لاكوب انكرويابل وحلم كتحققوا، وكنهديو للجمهور ديالنا وحنا فرحانين دابا الحمد لله. ومازال عندنا بطوله كوب دي ترون خصنا نفوكسيو عليهم ان شاء الله. كيف ما كيعرف الجميع يعني لقب تاريخي، يعني باش توج بدوري ابطال افريقيا راه ماشي بالسهل. يعني عانينا هذا الموسم، عانينا، داز عندنا موسم شاق، حققنا الاهم، كان عندنا هدف هو اننا نحققوا هذا اللقب هذا. ديما ويداد خويا، ديما ويداد، لا كوب لا سي دي بو تو لي ماروكي اي تو لي وينرز، علي تو لي جون دي ويداد. الحمد لله احنا فرحانين وفرحنا 40 مليون نسمه بهذا الشيء، المجهودات ديال اللاعبين والطاقم التقني والطاقم الطبي. كيف ما شاف الجميع احنا كنستحقوا هذا اللقب، خدمنا عليه بزاف والحمد لله جاب الله تيسير وخدينا هذا اللقب. ومي كتكون لاعب فينال دقيقه راه كدوز بحال ساعه، بقينا كنتسناو الدقيقه كدوز علينا ثقيله. الحمد لله دازت 90 دقيقه 94 دقيقه، الحمد لله حنا شامبيون دلافريك، الحمد لله مبروك علينا كاملين. المباراة طبعا كانت تلعب في المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء أمام جمهور عريض جدا، وقلوب المغاربة جميعا كانت تتابع ممثل كرة القدم المغربية وهو ينازل فريق الأهلي المصري. الروبورتاج من نيويورك والمتابعة معك جليلة بن فتان. لأن عشق فريق الوداد البيضاوي تجاوز كل الحدود، هنا في منطقة أستوريا بمقاطعة كوينز بمدينة نيويورك لن تجد مكانا فارغا داخل هذا المقهى، فعشاق الوداد وكذا المشجعين المغاربة لم يتخلفوا عن هذا الموعد القاري الهام، فكان الفريق الأحمر في الموعد ولم يخيب ظن جماهيره. هذا يوم كبير وفرحة كبيرة من الجالية المغربية في الولايات المتحدة وبمدينة نيويورك. كنحييو الجمهور الودادي والمغاربة كاملين. هذا الفوز مهداة لجميع الوداديين في أنحاء المعمور ومهداة على ملكا وشعبان. مباشرة بعد نهاية المباراة عمت الفرحة منطقة أستوريا وصدحت حناجر المشجعين بشعارات الفريق الأحمر فرحا بنجمة ثالثة تنضاف إلى شعار الفريق البيضاوي. تنضمنا في 2019 ومشى لنا الكاس في رادس، الحمد لله اللعابة كانوا رجال ووقفوا معنا وقفنا معاهم. الجسد ديالنا كان هنا في ميريكان ولكن العقل والقلب راه كان في الدار البيضاء معاهم في دونور. هذا اللقب كنبغيو نديو كاع الجماهير الودادية، حنا حضرنا معاهم قالبا من هنايا وكنبغيو نديو لكاع الجماهير اللي ضحاش باش نوصلوا لهذا المستوى هذا. وداد رابحين وديما مغرب وديما وداد. انتصار الوداد أطلق العنان لفرحة صداها انطلق من الدار البيضاء ليسمع ببلاد العم سام، كيف لا؟ والانتظار طال لرؤية الوداد بطلا للقارة السمراء. وبالتتويج الإفريقي الوداد البيضاوي يحصل على مكافأة قدرها 3.5 مليون دولار، والوداد سيمثل قارة بأكملها في كأس العالم للأندية المقبلة والسوبر الإفريقي المغربي خالص هذا العام. الوداد أمام نهضة بركان بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية، ونبض المجتمع لن يكون إلا بإيقاع
كرة القدم تعده وتقدمه كل الثلاثاء سعاد زيتراوي. أهلا بك سعاد. أهلا سناء. فعلتها الوداد أمسية تماما. مدينة الدار البيضاء لم تنم. كانت بيضاء. كانت بيضاء. داخل الملعب سناء فقط تكتمل الصورة. نتحدث عن صورة فرحة الملاعب، عن سحر الكرة التي تملك عصا سحرية بضربة واحدة تشعل الفرحة في ملايين القلوب. كرة القدم تتقن صناعة الفرحة وفي كل الشعوب. 90 دقيقة أو أكثر هو عمر الفرجة، عقرب الساعة فيها لا يرحم، العيون مشدوها والقلوب تسابق دقاتها وباقي الحواس في يقظة تامة، وقد تكون ممنوعة على أصحاب القلوب الضعيفة. الدقيقة 15 تسديدة قوية بعيدة عن أو خارج منطقة الجزاء تقرب الفرحة، كان زهير المترجي صانعها. في الدقيقة 48 تفنن زهير بضربة أخرى صمم على النصر، وكانت الفرحة الكبرى من توقيع وداد الأمة. وخارج الملعب فرحة عارمة بكل الشوارع والمدن وكل البيوت في كل مكان وبلد بالعالم يقطنه مغربي. الفوز بالنسبة لعشاق كرة القدم هو أكثر من نشوة الانتصار، هو مشهد يغير تماما صورة الحياة ورتابتها، هو إكسير الحياة. تفرجتي في المباراة سعاد؟ أكيد. إذن كما توقفتي عند ذلك، كرة القدم عندها سحر خاص تذيب الخلاف والاختلاف، توحدنا، والأمسية بالأمس امتدت إلى ساعات الصباح. أكيد سناء. السؤال هو كيف تأثر الساحرة المستديرة الألباب إلى هذا الحد وتحقق لك مشهد فرح جماعي يتكرر متى حصد نادي من الأندية المغربية اللقب قاري أو تأهل المنتخب الوطني لنهائيات كأس إفريقيا للأمم أو كأس العالم؟ لا تسألوا عن سر تلك نوبات السعادة الطافحة التي توحد بين الجماهير عند موعد كل نصر رياضي، فلا شيء يمكن أن ينسج خيوط حالة بهذا الحب العفوي الجارف غير نتائج الفوز في كرة القدم. وبقدر ما تكون مصدر فرح وسرور قد تتحول إلى مصدر تعاسة العديدين حينما تدير لهم ظهرها أو تجري رياحها بما لا تشتهيه أنفسهم. هل يتأثر العاشق الولهان بكرة القدم بتقلب النتائج؟ وهل حينما تتراكم السقطات السلبية تتأثر درجة الحب بين الجمهور وناديهم أو فريقهم الوطني؟ هو حب خالص، خاص جدا، ذاك الذي يربط بين الجماهير ومعشوقتهم الساحرة. قد يحدث أن يميل قلب الكرة خلال مقابلة ما إلى الآخر أي الخصم، ومع ذلك يظل العاشقون يمنون أنفسهم بأن يحن قلبها وتنشر السعادة بينهم من جديد. مشاهد الفرحة أعادتنا إلى النصر الذي حققه فريق الرجاء البيضاوي بتتويجه بكأس الكونفدرالية لكرة القدم العام الماضي، وفوز نهضة بركان بنفس الكأس هذا العام. من أعلى سلطة بالبلاد تكون التهنئة، يتصل جلالة الملك ليهنئ ويبارك في قلب الملعب. توحد المغاربة أمس في عزف لون بالأحمر، أحمر كان أو أخضر أم برتقاليا، المهم هي فرحة بلون الوطن. بكل الوداد لنبدع أكثر في رسم تفوهات شعاراتها ورسائلها. كرة القدم هي أخلاق عالية وروح رياضية، وقبل ذلك هي رياضة تخلق المتعة، لا تؤمن بالتعصب دينا ولا بالعنف مذهبا. وبالأمس سعاد الجمهور البيضاوي جمهور الوداد أبدع في المدرجات، تابعنا لوحات غاية في الروعة والجمالية. شكرا لك سعاد وإلى نبض جديد. أمان الله. بعد نحو أسبوعين على استئناف تدفق المسافرين على متن السيارات والراجلين عبر معبري باب سبتة وبنين صار، والذي كان مقتصرا على أفراد الجالية المغربية بالخارج والأشخاص المسموح لهم بالتنقل داخل فضاء شنغن، تبدأ اليوم ثاني مراحل فتح هذين المعبرين المؤديين لمدينتي سبتة ومليليا المحتلتين بالسماح لفئة العمال المرخص لهم بالعمل بعد نحو عامين من الإغلاق. وكما أشرت من قبل في العناوين، إذن تنطلق عملية مرحبا هذا العام في 5 يونيو،
وفي ترتيبات العملية أرقام كشف عنها بالأمس وزير الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. تحدث وزير الخارجية عن الرقم التالي: نحو 35 ألف شخص و 4500 مركبة سيعبرون يوميا، وفي فترة الذروة قد ينتقل الرقم إلى 66 ألف شخص في الأسبوع. عملية مرحبا هذا العام تتميز بتجويد الخدمات القنصلية. وزير الخارجية تحدث عن إحداث خلية يقظة مركزية وافتتاح وكالات قنصلية متنقلة في موانئ العبور مع تأمين المداومة خلال أيام السبت والأحد وأيام العطل المدرسية بالمراكز القنصلية. كشف أيضا عن مخطط النقل البحري، وتحدث هنا ناصر بوريتا عن 32 سفينة في مجمل الخطوط البحرية. أما بخصوص البروتوكول الصحي فيحدد في نقطتين: جواز التلقيح أو شهادة PCR قبل 72 ساعة عن موعد السفر، والجواز والشهادة الأطفال معفيون منها. واللحظة ننتقل إلى الشق الثاني من الظهيرة. استخلاص مصاريف الحج بدأ والعملية تستمر حتى يوم الجمعة. القيمة حددت هذا العام في 63,800 درهم. في مبادرة فيها الكثير من التضامن والكثير من الاجتهاد، تلاميذ ثانوية أبي العباس السبتي بطنجة يخترعون عصا إلكترونية ذكية لمساعدة زميلتهم خلود الكفيفة. قبل ذلك، لنوقف التدخين من أجل صحتنا هو شعار 31 من ماي هذا العام، وموفى ماي هو اليوم العالمي لمحاربة السيجارة. تتسبب السيجارة في أكثر من 74 ألف حالة إصابة بأمراض القلب والشرايين وطنيا، نحو 4,300 إصابة بسرطان الرئة سنويا. أما وفيات التدخين فتصل إلى نحو 13,000 حالة وفاة مبكرة. أسامة أفقير وأنور العمري. 60 سيجارة يدخنها هذا الرجل يوميا، أي ما يعادل 3 علب سجائر. يونس مدمن على التدخين منذ أكثر من 20 سنة. خلال لقائنا به حدثنا عن أول سيجارة استهلكها. فواحد الوقيتة ديال المراهقة كنت صاد واحد صدفة، تلاقيت أنا واحد الباكية ديال الكارو فيها واحد، داك الواحد قلت نجربت أنا، داك الدخان كيخرج من الفم من النيف كدا هادشي هذا، جربت كميت داك الكارو. عبد المالك بدوره مدمن منذ أكثر من 15 سنة. عزيمته قوية جدا للإقلاع عن التدخين، وعسى أن تكون هذه آخر سيجارة. أنا سنوعدكم من هذا المنبر أنني غادي نعزف على التدخين، ونحاول ما أمكن إن شاء الله ننصح أي مغربي أنه حتى هو يأخذ هذا المنهج هذا. وفق الطبيبة فإن كل سيجارة تتكون من 4,000 مادة سامة، كما أنها تتوفر على مواد تخدر القصبات الهوائية، معطيات تفسرها الطبيبة بأن السجائر تقتل في صمت. الأغلبية ديال الحالات فوقاش كيستشروا الطبيب حتى كيوصلوا للمضاعفات، حالات خطيرة، إما كيكون نهجان نهجة، يعني الإنسان كيبقى ينهج في الأول بشوية بشوية، لكن في واحد اللحظة كيقدر ما يبقاش يقدر يمشي من بيته للغرفة أخرى، ثم ربما حتى كيوصل لحالة سرطان، يعني حتى كيبصق الدم مثلا أو كيضعف بزاف عاد كيستشر الطبيب. وفق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فإن أكثر من 6 ملايين مغربي يدخن، منهم 500,000 أقل من 18 سنة. وعلى المستوى الدولي وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن التبغ يقتل أكثر من 8 ملايين شخص كل عام.
وضيفة اليوم العالمي لمحاربة التدخين تنضم إلينا من الرباط الدكتورة لبنى أبو سلهام، وهي رئيسة مصلحة الوقاية ومراقبة السرطان بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. أهلا بكم دكتورة. إذا طرحنا السؤال على كل شخص يدخن وأنه هل هو على علم بأضرار السيجارة، حتما سيجيبنا بأنه يدرك تماما مخاطر السيجارة لكنه يفشل ربما عقدته كيفية التخلص من السيجارة. كيفاش ممكن أنه الشخص المدخن يقلع على السيجارة؟ أهلا وسهلا. بالفعل بحال اللي قلتي، من خلال المسح الوطني لعوامل الاختطار ديال الأمراض الغير سارية اللي هو ستيبس اللي قامت به وزارة الصحة في سنة 2017، أكثر من 97% من الناس اللي شاركوا في البحث كيديكلاريو ولا تيقولوا بأنهم بالفعل على علم بأخطار السجائر وبأنهم بالفعل باغيين يحبسوا السيجارة، ولكن للأسف فاش كنشوفوا النسبه ديال الناس اللي بالفعل تيمشيو للعيادات الاقلاع عن التدخين تلقاو العدد ناقص بزاف. يعني الجواب ديالي يمكن نجاوبك على السؤال ديالك على شقين. الشق الاول هو اننا التوعيه والتحسيس باخطار، يعني ما خصناش نعياو من التوعيه والتحسيس باخطار التدخين على الصحه بصفه عامه. بحال اللي تقال في الروبورتاج راه كاين المشكل ديال امراض القلب والشرايين، السرطانات، اكثر من الثلث ديال السرطانات المسجله سنويا في المغرب عندها علاقه مباشره بالتدخين، يعني 18% من السرطانات المسجلة سنويا في المغرب مرتبطة بالتدخين، و 36% من السرطانات عند الذكور. يعني فاش تشوف 36% من الرجال من السرطانات عند الذكور في واحد السن اللي هو من 45 عام للفوق اللي هو السن ديال الإنتاجية والسن ديال يعني الإنتاجية الاقتصادية، فيعني العبء راه هو صعيب بزاف. يعني كان هذا الشق ديال التوعيه والتحسيس، والشق الثاني هو العيادات الاقلاع عن التدخين، لان بحال اللي قلتي الناس باغيين يحبسوا. يعني لهذا حنا كاينين واحد المجموعه من العيادات اللي وضعها وزاره الصحه لمواكبه غنوقف عند هذه النقطه دكتوره. قلتي انه كاين عيادات اللي تساعد المدخن على الاقلاع على السيجاره في المستشفيات العموميه، شحال من شخص الان ممكن يكون يتابعنا الان في الظهيره ويبغي يعرف فين كاينه هذه العيادات وفين يتوجه وكيفاش ممكن يكون من بين الاشخاص اللي يستافدوا من هذه الخدمات اللي كيوفرها اليوم مستشفى؟ هي عيادات يعني لا كونسلطاسيون دي دو سوفراج طباجيك ولا عيادات الاقلاع عن التدخين اللي وضعها وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه كتبع نفس مسار العلاجات اللي كاين في جميع يعني لي بريستاسيون دو سوان كاملين اللي كدير وزاره الصحه. يعني اول لو ريكور الاولاني للسيد اللي باغي يقلع عن التدخين هو المركز الصحي، كيمشي عند الطبيب اللي كاين في المركز الصحي تيعطيه المشوره كنسميوها لو لا بريف انترفونسيون، المشوره على الاقلاع عن التدخين، وتيقوم بواحد الفحص سريري اللي تاكد لنا واش خصو هذا السيد غير المواكبه النفسيه ويعني المواكبه يعني كيبقى العلاج ديالو تيكون في المركز الصحي مستوى الاول او الثاني. الا كان خلال الفحص السريري تبين بان المريض خصو مواكبه نفسيه ولا مواكبه عند طبيب اختصاصي في امراض الشرايين ولا في امراض الاختصاصيين في الاقلاع عن التدخين، يتم التوجيه ديالو للمستشفى على حسب كل جهه المسار العلاجات. يعني انا الرساله ديالي هو ان الانسان اللي باغي يقلع عن التدخين يتوجه للمراكز الصحيه القريبه ليه وياخذ من ثم النصيحه ومسار العلاجات اللي خصو يتابع. اذا هناك امكانيه الاقلاع على السيجاره بتتبع نظام ومتابعه مع اهل الاختصاص. دكتوره، كاين ولات ظاهرة السيجارة الإلكترونية يقال أنها أخف من السيجارة العادية، وهناك خاصة السيجارة الإلكترونية في صفوف الشباب حتى النساء. سؤال، إلى أي حد هذه السيجارة الإلكترونية ممكن أن تكون ربما بديل في انتظار الإقلاع التام، أم أنها عندها نفس المخاطر بحال السيجارة العادية؟ للاسف الشديد يعني كنلاحظوا بان يعني الشركات المصنعه للتبغ من بين استراتيجيات ديالها انها يعني بما ان الوعي باخطار يعني لو طابا فومي ولا كثير، انهم ولاو تيوجهوا الشباب للسيجاره الالكترونيه ولا لو طابا شوفي. للاسف حنايا كنتبعوا النصائح والمعطيات العلميه اللي كتجينا من منظمه الصحه العالميه ولا من منظمات اخرى اللي كتقولنا بان حتى السيجاره الالكترونيه ولا لو طابا شوفي عندهم اعراض صحيه خطيره على الصحه.
يمكن مختلفه على لو طابا فومي، ولكن عندهم كذلك دوك المواد اللي كتستعمل الكيماويه اللي كتستعمل في داك لو ليكيد اللي تيكون في السيجاره الالكترونيه، حتى هو عنده اثار جانبيه على الصحه. وبما انهم منتجات جديده يعني مازال الابحاث ساريه وكيبانوا على مدى السنوات الاخطار ديال هذه المنتجات. انا الرساله الا سمحتي لي نقول ونيت ونعقب على الروبورتاج اللي درتو على الشاب اللي بدا سيجاره في سن صغير لان لقى سيجاره وحده منزله في واحد الباكيه. حنا لو سلوغون اللي تنخدموا به ولا الشعار مع الشباب ومع لي جون هو ديت نو على بروميير سيجاريت، قولوا لا للسيجاره الاولى. يعني الانسان من الاول ما يمشيش ما يقربش للسيجاره الاولى ما يكميهاش، باش من هنا تنحميو الشباب ديالنا والجيل الصاعد من اثار جانبيه لهذا التدخين. هنا ملي كنتوقفوا عند هذا الشعار قولوا لا للسيجاره الاولى، كيطرح حتى مدى احترام القانون في هذا المجال، لانه احيانا السيجاره تكون في المتناول للفئه ديال الشباب والاطفال في محلات تجاريه، وكتباع يعني السيجاره الواحده في اختلاف تام لما ينص عليه القانون في هذا الباب. بالفعل هنا جبتي واحد يعني واحد النقطه مهمه جدا في مجال مكافحه التدخين اللي كنعملوا عليها حنايا يوميا في مجال البرنامج الوطني مكافحه التدخين، هو الشق القانوني لهذه المكافحه. لان ما يمكن يعني بالاضافه الى جميع التدابير اللي تقوم بها الوزاره لعياده الاقلاع عن التدخين التوعيه والتحسيس، ما كيبقى كي قلتي انت الشق القانوني. يعني للاسف الشديد في بلادنا لحد الان القانون اللي منع التدخين في الاماكن العموميه ومنع استشهار ديال المنتجات التبغ ومنع البيع ديالها لقل من 18 سنه راه عندنا موجود، راه تم النشر ديالو في جريده رسميه من سنه 1995 على ما اظن ولا 96، ولكن لحد الان راه مازال ما عندوش لي ديكري دابليكاسيون، مازال ما تمش التفعيل ديالو بصفه عامه. وكنظن ان هذا الشق مهم جدا، وتيخصنا تكون عندنا واحد الترسانه قانونيه باش نحميو الاجيال الصاعده من الاثار الجانبيه لهذا التدخين، ونحميو يعني الاجيال الصاعده ونحميو حتى لي نون فيمور، يعني من داك سنسميوه لو طاباجيزم باسيف ولا الانسان اللي ما كيدخنش ولكن راه معرض بصفه غير مباشره للاثار الجانبيه لهاد الافه. حتى ذاك البالغ ربما هذاك الاب راه ما خصوش يرسل ابنه لاقتناء السيجاره حتى لا يفتح باب السيجاره الاولى في وجه الشباب. سؤال اخير وبعجاله، ماذا عن الشيشه؟ الى اي حد مدار او اضرار الشيشة هي نفسها كما هو الحال بالنسبة للسيجارة؟ وبعجالة دكتورة، هي الشيشة الأثر الجانبي الأثر ديالها الخيبة كتكون في داك يعني استعمال المطول ديالها، لان السيجاره يعني كنقولوا الا تشعلات وتم التدخين ديالها غادي تدوم ما عرفتش انا بالضبط 5 دقائق نقولوا حنا، ولكن ديك الشيشه تتبقى في المتناول، تيبقى يقدر الانسان يبقى مستعملها حتى لساعه ساعتين. وكاين واحد الاثر خايب بزاف حتى هو لان داك لومبو ديالها تيبقى كيدور من فم لفم، يعني الناس كيتعطاو لها في واحد الجلسات بين الاصدقاء، وراه هذاك راه واحد بالاضافه الاثار الجانبيه للتدخين. راه عندنا الاثار الجانبيه لامراض اخرى للعدوى الامراض اخرى اللي تقدر تنتقل من فم لفم، نهضروا على مرض السول، نهضروا على الكوفيد اللي عدات مؤخرا، يعني مجموعه من الامراض اللي كتقدر تنتقل عن طريق هذه الشيشه. لهذا حتى حنا تنقولوا راه من بين يعني وسائل التدخين المضره جدا بالصحه اللي خصنا حتى هي نحاربوها. شكرا لك دكتوره لبنى ابو سلهام، رئيسه مصلحه الوقايه ومراقبه السرطان بوزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه. شكرا لك دكتوره، كنت معنا مباشره من الرباط. ومنذ أمس تم مشروع في استخلاص مصاريف الحج، تستمر هذه العملية حتى يوم الجمعة، والقيمة حددت هذا العام في 63,800 درهم. من أكادير محمد بو بكر رفيق أغومات. بعد أن توفرت فيه شروط الحج لهذه السنة، تأتي مرحلة إيداع واجبة الحج دفعة واحدة هنا بإحدى وكالات بريد بنكة، شروط استثنائية جرى فرضها في مقدمتها جواز التلقيحة. نعم، هي ركن لقاحات ثلاثة. جيت باش نخلص الحج إن شاء الله الرحمن الرحيم، بعد ما تأجل من 2020 ل 2022، واليوم جينا انا باش نخلص ليا والسيدة. اللي طلبوا لي الوثائق، بطاقة الوطنية، جواز التلقيح، ولو روسي اللي عطاتنا الولاية باش بأننا تخدينا في القرعة.
63,800 درهم هو مبلغ مصاريف الحج لهذه السنة، مبلغ غير شامل لمصاريف الجيبة. إجراءات استثنائية جرى اتخاذها لإنجاح عملية الإيداع. الحمد لله العملية كتمر في ظروف مزيانة مع احترام جميع التدابير الوقائية. انطلقت البارح 32 ماي وغدا تسالي إن شاء الله الجمعة 3 جوان. العملية كتمر في ظروف مزيانة. اللي جديد فيها هو إلزامية صريح بجواز تلقيح. إيداع واجبة الحج لهذا الموسم بوكالة بريد بنكه يأتي بعد التوصل بمعلومات من الجهات المكلفة بالحج في المملكة العربية السعودية بخصوص كلفة الخدمة الأساسية والإضافية. وغدا الأربعاء وفاتح شهر ذي القعدة لعام 1443 هجرية تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. في مبادرة فيها الكثير من التضامن، فيها الكثير أيضا من الاجتهاد، تلاميذ ثانوية أبي العباس السبتي بطنجة يخترعون عصا إلكترونية ذكية لمساعدة زميلة لهم خلود الكفيفة، مساعدتها على التنقل والحركة بيسر دون مساعدة. يونس رفيق في روبورتاج محمد عمور. يضع تلاميذ ثانوية أبي العباس السبتي بطنجة اللمسات الأخيرة على اختراعهم. هذه العصا مزودة بجهاز استشعار ذكي ستساعد صديقتهم خلود فاقدة البصر على تجاوز عقبات الطريق أثناء التنقل. كانت واحد الورشة ديال البتيكر وخلالها تم طرح الفكرة ديالي، وكانت واحد التفاعل كبير ومن بدات الخدمه. هذه الفكره هذه صراحه جاتني بفضل التلميذه خلود اللي فقدت نعمه البصر، اننا كيفاش نخليوها تندمج مع المجتمع ديالنا. نحن اليوم في عرس يعني في غرض من النوع ديالو اللي هو الابتكار والاختراع من طرف تلاميذ المدرسه العموميه المستوى اولى باقة علوم تجريبيه، اللي قاموا باختراع على طول الموسم الدراسي عصا الكترونيه ذكيه كتقوم كديتيكتي يعني اذا كان الانسان كتعمل صوت، اذا كان الجماعه كتعمل صوت اخر. كيف جاءت الفكره؟ جاءت هي فكره اصيله ديال التلاميذ اللي بغاو انهم يتضامنوا مع التلميذه الضريره اللي كاينه في نفس المؤسسة. الاختراع أصبح جاهزا في مرحلته الأولى، وقد حان موعد تقديمه في حفل تحضره التلميذة خلود أيضا. أنا كنشكر التلاميذ بزاف اللي اختاروا هذا العصا الإلكترونية، أنا فخورة جدا بهم. هم صناع المستقبل والابتكار اللامحدود، حافزهم الأول زميلتهم خلود، استحقوا اليوم ثناءها وغدا ستشكرهم الإنسانية. وفي الختام نذكر بالخبر الأبرز في الظهيرة. طبعا الوداد يهزم الأهلي المصري ويتوج بطلا لإفريقيا، هي النجمة الثالثة للفريق المغربي. في ليلة التتويج مدينة الدار البيضاء لم تنم، وجلالة الملك محمد السادس يهاتف المدرب وليد الركراكية والعميد يحيى جبران ويبعث ببرقية تهنئة للوداد. أنتم فخر المغرب. فرحة المغاربة تابعنا أيضا في نبض المجتمع مع سعاد زعتراوي. شكرا لودادي الظهيرة هشام خليل الذي أعد هذه الصور. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الظهيرة، الموعد الإخباري القادم المازيغي في 8:15 مساء أنفس وغ الليلة مع إحسان بن بل، المسائية في 9:15 ليلا مع زكريا أيت عبد المجيد. إلى الغد إن شاء الله.